أما اللي يقول والله أقول أمام الناس لست حبيبتي وأزعم في الأعماق كم كنت كاذبة وأزعم أن لا شيء يجمع بيننا لأبعد عن نفسي وعنك المتاعبة زي ما يقول نزار قباني كل هذا ضحك على الناس نزار يقول أزعم أن لا شيء يجمع بيننا لأبعد عن نفسي وعنك المتاعبة في تعب في تفكير في سؤال لا والله نحن الحمد لله طورنا ونحن إن شاء الله ما في نفوسنا شيء هو بس صاحبي وصديقي وأنا أرسل له صوري بس يأخذ أخباري وأحوالي وهو أيضا إيش يعني يتفرج في صوري وأخباري وأحوالي فينقل العاطفة شوف الشيطان هذا هو مدخله لا تتبعوا إيش خطوات الشيطان ولا تقربوا في شيء إنك لا تتبع وفي شيء أصلا لا تقرب لا تكون ضمن منطقة الحدود هذه التي تؤذيك نفسيا شيء تام أبيت ولذلك الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله عنده كلمة جدا خطيرة لما كان في المحاكم يقول في رسالة يا ابنتي أنا لي ثلاثين سنة في المحاكم قضاياها شباب وبنات جل هذه القضايا كل واحد كان يقول للثاني لا هي علاقة جورة أصحاب شوية شوية تطورت شوية شوية تحسنت وبعدين إيش كبرت القضية الآن قضايا الابتزاز في المحاكم قضايا الخيانات الزوجية كل عبارة عن إيش كل عبارة عن سؤال طيب يدخل منها في نفس اللحظة إيش قضية يعني يسليني ها يسليني نحن قبل شوية كنا نتكلم إيش عن صورة الآن رحنا للتسلية تسلية قسمين تسلية بمعنى أنه والله هي يقول لي بعض النكت بعض الطرايف ارسل له ويرسل لي ها 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 ونضحك مع بعض وكاننا كاننا ايش كأننا جالسين في مقهى ونقول نقول والله هذا ما في شيء يا اخي هذه كلها دائما ما فيها شيء صدقني ما ما صار شيء انتوا عقلكم فين رايح بعيد نحن بس نتسلى كانها دخلت فيه وهو دخل فيها هو الشيطان هو هذا اللي يبغاه يبغاك انك ترى ما فيها شيء ما فيها شيء ما فيها شيء شي. وبعدين ايش يتطور شويه ودائما التطور مكتوم فليش واحد يكلمها يقول لها والله ترى انا يعني حاسس فيكي لا لا حيروح بعدين يقول هذه الكلمه، حينتقل بعدين للخطوه ايش؟ الخطوه التي تليها وهي خطوه ايش؟ العاطفه. تلاقي واحد من الشباب معاه جوال فلانه وفلانه معاه جوال فلان، ها كيف حالك انت صحيت الصباح؟ اي والله انت صحيت كويس الحمد لله، ايش سويت في الكليه؟ كلامه حلو. كلية ودراسة و... وانت ايش اخبارك وانت ايش حوالك وبعدين ها ان شاء الله انبسطتي لا تعبتي يا معليش والله بالله لا يعني لا تقلقيني عليك اذا دخلتي المستشفى كلميني اذا رحتي المكان كلميني بدأنا نقلب ايش بدأنا نقلب عواطف فتسألوا يقول لك يا اخي اصلا انا ماني متزوج وهي غير متزوجة على الاقل احنا نسلي بعض نريح بعض نفسيا في العواطف في الاحاسيس ممكن تقول لي ترى نكتة كذا على الماشي وبعدين تروح تغني لي قبل شوي قاعد نقول تسلية الان تحولت الى ماذا الى عواطف كانه زوجين ما يدخلوا في الخصوصيات لكن يتكلموا ايش ممكن يغنوا ممكن يسلوا بعض انت سمعتي اخر اغنيه أرسل لك الرابط ارسل لك الرابط فدخلنا في ايش في العاطفيات وصار كل واحد يقنع الثاني يقول لك خلاص انا ماني متزوج بس على الاقل عندي واحده تسليني تسليني عاطفيا تشبعني شويه بالنغمه وبالكلمه الحلوه وال واللطيفه